لذا نحن نجد أن زينب سلام الله عليها في يوم العاشر من محرم ماذا قالت؟ قالت قتل الحسين يوم الاثنين، مع أن حادثة عاشوراء كان إما يوم الجمعة أو السبت، لكن الحدث المهم اللي حدث أن وفاة النبي أو شهادة النبي صلى الله عليه وآله كان يوم الاثنين، لذا وقع ما وقع في كربلاء، واستشهاد الحسن عليه السلام في 7 من صفر، واستشهاد الحسين عليه السلام في 10 من محرم، وما تلا وفاة النبي أو استشهاد النبي صلى الله عليه وآله كله يرجع إلى يوم السقيفة وشهادة النبي. كل هذه الحوادث، الهجوم على بيت فاطمة سلام الله عليها وغصب خلافة أمير المؤمنين، كلها معالها، وهذا أعظم حادثة في تاريخ البشرية لم يحدث من لدن آدم عليه السلام نزل من الجنة إلى الأرض إلى يوم القيامة. أعظم حادثة هي حادثة وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مآل هذه الوفاة ومآل هذا الاستشهاد أنه وقع حوادث كثيرة، منها حادثة كربلاء وحادثة استشهاد الحسن عليه السلام وغصب خلافة أمير المؤمنين وخلافة والحروب التي خاضها أمير المؤمنين عليه السلام، حرب الجمل والنهروان وحرب الخوارج، كلها من مآلها إلى استشهاد النبي الأكرم وغصب خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. لهذا اليوم نرى جموع المؤمنين المسلمين عندما يؤمون مرقد سيدهم ولي المؤمنين، هناك بيعة خاصة تجديد العهد. صحيح صحيح. لذا احنا عندما ندخل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، إذن الدخول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مولد النبي زيارة خاصة لأمير المؤمنين، مبعث النبي زيارة خاصة لأمير المؤمنين. ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذا كل شيء يختص برسول الله احنا نلتجئ إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وولاية أمير المؤمنين هي الفاصل والنجاة للمؤمنين، لولا الولاية يعني كل أعمالنا كلها باطلة، تكون هباء منثورة.